استاذ هيثم، بما اننا بنتكلم على زمالك واسماعيلي وليفربول والريال، شفت مباراة الزمالك والاسماعيلي النهارده ازاي؟ وهل المكسب يعني ده مهم جد، جه في توقيته زي ما بيقولوا في الفترة اللي احنا فيها دي؟ بالتأكيد بالتأكيد، جاي بعد مباراتين طبعا في الدوري، هزيمتين. الفريق كان طبعا متأثر جدا بالهزيمتين، ثم خلينا نتكلم بصراحة، الأداء أمام أسوان في الكاس ما كانش مرضي رغم برغم ان احنا كسبنا الفوز. كمان رغم الفوز، ولكن طبعا احنا كلنا بنمني النفس بان احنا نكمل الدوري الموسم الحالي، ونكمل بقى على الموسم اللي فات، ونحقق هذا الموسم الدوري. الفوز النهارده جاء في وقت صعب جدا مع فريق خارج يمكن اخر 3 ماتشات واخد 7 بونت. صحيح، الاسماعيلي 2 مكسب وتعادل. صح بالظبط كده، فايق وراجع مع الكابتن حمزه والكابتن حسني كمدير كوره، فريق شكله برضه عمل شكل. فنادي الزمالك النهارده قدر ان هو يحقق كل ده ب3 نقاط قبل فتره التوقف. استعاده الثقه للاعبين دي شيء مهم جدا قبل فتره التوقف، عوده بعض اللاعبين للتهديف زي عمر السعيد وعوده الثقه ليه، واشرف بن شرقي برضه يمكن بيرد على الناس اللي بتقول كده او كده، الراجل بيقدم معانا لحد اخر عقده بشكل مميز، مع طبعا ظهور بقى بعض اللاعبين. يمكن النهارده كان ينقص الزمالك برضه بعض اللعيبه، ولكن اللعيبه البدلاء بقى يعني قدروا النهارده انهم يعبروا، زي غياب احمد فتوح المفاجئ بعد اصابته.